الملح الإنجليزي ويسمى أيضا بإبسوم نسبة للمياه المعدنية الغنية في منطقة إبسوم في إنجلترا، ويعرف علميا بكبريتات المغنيسيوم. ويتكون هذا الملح من عنصرين هما المغنيسيوم والكبريتات، وقد استخدم منذ القدم كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض. وفي هذا الفيديو سوف نحاول التطرق إلى فوائده وأيضا طرق استخدامه في علاج العديد من الحالات الصحية. يعد الملح الإنجليزي ملينا للجهاز الهضمي لقدرته إلى تليين الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك، وذلك بإضافة ملعقة منه في كوب من الماء الدافئ وشربه على الريق مرة واحدة في الأسبوع. ويمكن استخدامه أيضا في تنحيف الجسم من خلال إضافة كوب من الملح الإنجليزي على حوض الاستحمام المليء بالماء الدافئ ونقع الجسم فيه لمدة نصف ساعة، ومن ثم تدليك الجسم بحركة دائرية، وتكرر هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع. قلل من نسبة التعرض لأمراض القلب الخطرة، إذ يوجد في الملح الإنجليزي مادة المغنيسيوم الضرورية في الحفاظ على سلامة الشرايين وعضلات القلب، بالإضافة إلى أنه منشط حيوي للدورة الدموية ويضبط معدلات الأنسولين في الدم، وبالتالي ضبط مستويات السكر في الدم. لتقشير بشرة الجسم وتخليصها من السموم، يمكن ذلك من خلال عمل خليط من الملح الإنجليزي وزيت الزيتون ثم توزيعه على البشرة بلطف وتدليكها به مع تكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة. يمكن استخدام ملح إبسوم لتنعيم القدمين وإزالة الشقوق وأيضا التخلص من الرائحة الكريهة والآلام، ويمكن التخفيف من كل هذه الأعراض بنقع القدمين بمحلول الملح الإنجليزي في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق، وتكرر هذه الطريقة يوميا. يتمكن الملح الإنجليزي من علاج حروق الشمس والحد من الالتهابات وتهيج الجروح وتخفيف الآلام الحاصل بسبب حروق الشمس. وطريقة استخدامه هي خلط ملعقتين من الملح الإنجليزي في كوب من الماء ووضعهما في قارورة من الزجاج، ورش هذا المحلول على أماكن الحروق وتركه عليها لمدة 10 دقائق، ومن ثم الاستحمام، ويمكن تكرار هذه الطريقة 10 مرات في الأسبوع. إذا كنت تعاني من الشعر الخفيف وتريد زيادة كثافة الشعر، قم بوضع كمية متساوية من بلسم الشعر والملح الإنجليزي ليصبح دافئا، ومن ثم يضاف على الشعر ويترك لمدة 3 ساعات ثم يوصل الشعر كالمعتاد. يمكنك إزالة الرؤوس السوداء، وذلك بوضع ملعقة صغيرة من الملح الإنجليزي و3 قطرات من محلول اليود، ثم سكب نصف كوب من الماء وتحريك المكونات جيدا، ثم بواسطة قطنة نبللها بالمحلول ونذلك منطقة الرؤوس السوداء، ونكرر ذلك إلى حين التخلص من الرؤوس السوداء بالكامل. يتمتع ملح إبسوم بقدرته على طرد السموم والأملاح الضارة في الجسم وتخليصه منها طبيعيا، وتنقية الجسم من كافة الملوثات البيئية التي تسبب بعض الأمراض. يعد الملح الإنجليزي مسكنا فعالا للألام والتهابات وألم المفاصل الناتجة عن مرض النقرس، ويقوي هذا الملح صحة العظام والجهاز العصبي. يحافظ الملح الإنجليزي الجسم على استعادة الراحة والهدوء، فبعد التعب والإجهاد تقل نسبة المغنيسيوم في الجسم وتزيد مستويات الأنترلانين. وعليه فإن الاستحمام بالملح الإنجليزي 3 مرات في الأسبوع يعالج الأرق ويشعر الجسم بالاسترخاء التام، بالإضافة إلى أن الملح الإنجليزي يزيد من إفراز هرمون السعادة السيروتونين وباقي المركبات الكيميائية التي في الملح الإنجليزي تحسن المزاج وتزيد الشعور بالراحة والاسترخاء. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.